يتدخل وليانكو بعد ذلك ووصلت إلى رافينيا. هنا الخطر يأتي في كرة موجودة، محاولة في الجهة اليسرى، عبدو ديالو، ماركو فيراتي، نقلة لا زالت ولا زال عمر السومة يسقط في أرضية الميدان. وهنا لدينا مطالبة بركلة جزاء لمصلحة النادي العربي. الكرة التي لا زالت، الخطر الذي لا زال، التسديدة الموجودة والكرة بعد ذلك من ماركو إلى خارج أرضية الملعب. أوه يا مباراة لا تريد أن تنتهي أبدا، لا تريد أن تنتهي أبدا. هذه هي اللقطة وبعد ذلك يا ليانكو، يا ليانكو، خطرة، متعمد أم غير متعمد؟ لأنه كان هو في الهواء ونزل على الزومة، هل زاد رجله ولا ما زاد؟ هذا أيضا أمر، هذا أيضا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا. ماركو فيراتي، هذا محمد الشريف يتدخل، والحديث الآن الذي يأتي 9 دقائق، وأعتقد بأن هناك فيها أيضا أكثر من 9، فيها أكثر من 9، لأنه الآن يسقط عمر السومة للعلاج. هذه اللقطة شوف راح فوق زين، هل كان، شوف هل كان فيها تعمد؟ هل زاد وكمل عليه؟ ايضا هذه ايضا شوف هذه 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 اللقطه، هذه اللقطه هذه على رقبته يعني، وكانه نعم هي خطيره جدا، هي خطيره جدا، لكن مساله التعمد من مساله عدم تعمد، عدم تعمد. راح نشوف سلامات في عمر السومه، وهذا الاهم، وهذا الأهم، سلامات لعمر السومة، سلامات لعمر السومة. خطوط، خطوط والله، خطوط والله، خطوط يا عمر، سلامات يا عمر. هذا صدر عمر تشكل بخطوط اليانكو في الكرة الماضية، وهذا اليانكو، وهذا اليوم غسل وجهه، هدي اموره، قال له انت تحتي يعني، انا ما شفتك وما كنت متعمد، ولذلك مر الامر. اليوم اليوم اليانكو اليوم يعني